تطيح الظنون وكلها مهما معاك ترقى. تغيبت عني واتعب الهم صدري مر صبرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد صباحكم بالخيرات والمسرات، وكل عام وانتم طيبين ان شاء الله. والله يعيد علينا وعليكم بصحه وسلامه، اعوام مديده ان شاء الله. انا اقول الضيقه اللي تعايدني في عيد رمضان ساعه مجيك غلط، ماذا بتوقيتها. انا في وجهك من الشحنه تراني مدام، من شرهه الناس يوم العيد لجيتها، ودي بقلب خلي ما يسمع الا الاذان. ابي اعيش الحياه اللي تمنيتها، وان كانك معزمه تاتيني بعنفوان فالله يحسن عز الدم على هليتها. سلامتكم. صراحه هالليله المشاعر مثل خبطه، والوداع ما هو بزين. ودكم من الحياه هذه ما فيها وداع مره نهائي، والله حتى عدوك ودك ما توادع. ولا لومكم على مشاعركم الصراحه. ودي اخذ كلمه من محمد جامع بيت حاج. شلونك؟ خير والله. شك طيب والله. حيه. وش تقول في وداع زميلك؟ يقول شافي والله انه ثقيله، ابو قلب ابيض وطيب نيه، ورجالنا راعي دين وفي خير، مهرفين في اخواننا الباقيين. لكن شافي والله معده لاخوي الكبير، والدمعه على طاري القصيده اللي قلتها ما طاحت والله رخامه ولا ضعف شخصيه ولا، لو والله اللي مثل شافي انه ثقيله. هو راح الى هلا واهل بيته، لكن عاد ثقيلة على احنا يا اخويا، تعودنا على هذا كل يوم ونيس ورأي سوالف وعلوم وضحوك، وان بغيته في الماقف تلقاهم، بغيته في كل شيء طيب تلقاه اول الناس، سباق الطيب. ما عليكم زود. فوالله العظيم انه ثقيله. اني والله ودي اعبر لكن يخوني التعبير، المجال غيري. بيض الله وجهك يا محمد. سلطان طيب تعال له. شو يقول سلطان؟ جات في خاطري بقى. لا توادعني وانا ماني بطيب، خليني لنا تعافى وانت وادع. لا توادعني وانا ماني بطيب، خليني لنا تعافى وانت وادع. من غلاك من العرب قمت اتهيب، وانا من قوم يسوون الجنادع. لا توادعني وانا ماني بطيب، خليني لنا تعافى وانت وادع. الله يجيك وصح اصواتكم. اما الحين عن اذنكم يا اخواني، ابغى ابي شافي سم. وش البشاد يا دكتور؟ ما ودك تعبيني؟ تو تك. يا مؤمن الريفي انا جيتك زبون. ولد انا طالبك انت تعفيني منهم. تمام تمام. انا بكم الروح. يا مؤمن الريفي الله لا يجزي
سمح خطى ساعة الفرقة. أنا كنت حسب أني نهر الموادع غير، وسرقني الوجع والدمع من راحتي سرقة. فمن الكريم وحاول تركز التفكير على كل نجمة من طموحاتك الزرقاء، وانا خابرك للحمل والكايدة تبعير يدك العوايق داك لو راسهم عرقا. تمرت تجارب والبشر تكسب التأثير، تطيح الظنون وكل همة معاك ترقى تغيب. يا مرحبا ومسهلا، ترحي بالحياة. الله يحييكم على شاشة قناة الواقع الفضائية. الصراحة إن اليوم يعني أول مرة أحس بهذا الشعور، والله العظيم أني أتكلم وأنا صادق، اللي هو في بداية الأمر أنا استأنس بالفقرة هذه، فكرة جديدة في البرامج الواقعية، لكن اليوم ما أدري جاني تكاك. والله العظيم إني تمنيت إن الفقرة هنا تتغير. أسلم، الله لا يهينك. بسبب الوداع، هو في الأول والأخير الحمد لله طالع من أخوانك ورايحين لأخوانك وأهلك، ومسيرة جديدة أسأل الله أن الله يوفقك إن شاء الله. لا أنت يا مطيري، أول سؤال ببدأ به معك يا أبو مهدي، لبيت حاجة توقعت خروجك؟ ليه؟ أنا داري أنكم متوقعين. شوف اليوم قبل اللي في خاطر أبو مهدي اللي يطلع والمايك ترى طاف شيء على المايك تأكد. لو النظم يرتاح ترك بالحق. طيب الحين تسمعون في صوت؟ خلوا أي أحد يفزع لنا بحجر. لا انسي بيجي صوتها ورقا. الصوت الحين هواء. طيب خلونا نحجر يجي عشان نسمع الصوت. وعسى الله لا يسمح خطى ساعة الفرقة. أنا كنت حسب أني والله كل اسبوع انا بجي بحزن وبمشي، وبعد الساعه 1 هلي وما اشرى بعد. ان الله ان له راجع. المشكله في الفقره هذه مقدمه والله ما اعرف يعبر ولا اعرف يواسي. قبل شوي مسر بمانع اشوفه، طبعا مسر اعرفه من سنين وابخصه وادري ان دمعته ادنى ما هلها. يروح يسوي ما في حجاب. ايه بيروح يا اخي. يلا اسوي له تجارب والبشر تكسب التأثير تطيح الظنون وكلهم الحالي. طبعا الاعداد يقول تكلم عن الفراق وعن الوداع، وش اقول؟ والشعور محمد المفرح بالفراق شعور سيء، شعور مثل طال عمرك أول مكان ألجأ له في الفراق لله سبحانه وتعالى. والله العظيم يعني في الصغيرة وفي الكبيرة خل ملجأك إلى الله سبحانه، حتى في ضيقتك ذكر الله على لسانك أو قريب من الله تهون الأمور لو أنها كبر الجبال.
لأنك معنز على اللي عينه ما تنام. أمي طيب الحين ترى ما يسمعنا سيرتك. طيب السؤال قال وش أول زاوية؟ الزاوية اللي تحضن محمد الفرح في الوداع. والله أمي طالب كلمة إيه في صوت كلمة أنا حسيت إني أنا اللي مغادر اليوم أكسب. عليكم السلام مرحبتي. السؤال اللي سألتك يا قبل شوي قلت هل توقعت خروجك؟ وقلت لي لا، وكلمة لا أكيد لها سبب. ليه؟ شوفهم ميوت. الا خلى احد المتسابقين يجي يعطينا الحين. روح بدل المايك. جاك جاك رين يعني رجعت لحالي بعد الحين. لا تنشدون الحزين ولا تمرون. خل لا تنشدون الحزين ولا تمرون خلوه الحالة يمكن أحلال. يا مشعل فكني منك. اي والله محمد طال عمرك في الحزن يكون الحالة ويشيل الحزن الحالة ويواجه الحزن الحالة. تأيد الناس يكون معك وسند. لا أنا أشوف طال عمرك إنك تشيل همك وحزنك لحالك. طبعاً ملجأك لله سبحانه وتعالى. الناس فيها ما يكفيها. يعني أنا لو كنت حزين ورحت لفلان أنا حزين ما أضيق خاطر خويي معي. إلا خلني أنا أحزن حالي. لا 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 تكمل جاني شاهد. ذا الحين في صوت ولا ما هي؟ الحمد لله في صوت. اللهم لك الحمد. زي يلا يا ابو مهدل تشوف انك تستحق خروجك؟ قلت لا ما اشوف اني ما استحق. ليه؟ الاوله فاشوف اني يعني مقدم الشيء اللي عدي بدايه الخط. يعني ما عليك مخالفات؟ لا والله اني ما اذكر. وهل الخروج هنا للبرايم هو عن طريق المخالفات؟ لا خروج البرايم اذا شو اسمه لاني طال عمرك اسبوع ذا يمكن اللي قدمنا منها ريالتي يمكن يومين اللي هي قبل انا استاذنت من ابونا ابراهيم الحسين اسست ماي مع عيالي البارح. وشو؟ تمايم عيالي ما شاء الله تبارك البارح ما شاء الله الديره. وكلمت ابو صالح وقال نعين ونعاون. ما يقصر ابو صالح. اي والله ما يقصر ولا قصر لا في اولها ولا في ثانيه. يستاهل. فايش اسمه خصم ما علي خصم لكني تقدر تقول الاسبوع ذا انا ما جيت الا اليوم العصر. تقدر تقول اني ما قدمت يعني ريالتي ما خذيت انقاض. كنت حاسب على الحصان الصدق. دافع الدافع قلت أسا لا عندي خصومات قلت بعوضها الدافع. طيب أنت متى جيت اليوم؟ جيت اليوم الساعة 3 إلا ثلث. متأخر ولا؟ لا لا هو معطيني شو اسمه التمايم كانت البارح قال معك لبداية الريالتي بداية البث. حلو والبث بدأ الساعة كم؟ بثنا يبدأ 3 3 العصر. 3 العصر وأنت كنت موجود الساعة 3؟ الله الله 3 إلا ثلث وأنا عند الاعداد ما بجو ال شو اسمه امس قرا شو اسمه اخوي هو داعم
الرئيسي حقي هو اللي يدعم. هل امس كله يحاول يدعم يحاول يرفض، شافي غير متاح شافي غير متاح شافي. الموقع الموقع خبر خطا من الموقع ولا ايش؟ وصورت صور الشاشه وارسلت لي وارسلتها لابو عيسى. يوم جيت ابو عيسى تفاجات ان الرابط التصويت اللي كنا صوت عليه حق البدايه. كيف حق البدايه؟ حق بدايه الرابط القديم حق بدايه يعني انت كنت غلطان. هذه دريت انها حكمه المحكمه. دريت الامر دريت خير ان شاء الله. طيب لو كملت يا شافي وين بتوصل؟ وش المركز اللي انت فيه؟ والله كنت حاط الفارس في راسي. فارس النسخه؟ ايوه من غير قصور في اخوي. الحين ما عاد يمديك فارس النسخه، فارس النسخه روحت. روحت طيب. الحمد لله على ما جاء من الله. في رجوع للمتسابقين وتقدر تنافس على مركز واحد. هل شافي بياخذها؟ تقدر تصرح؟ ما عاد اؤمن بتوقعاتي. يعني ما تصرح؟ وما اصرح عقب اليوم؟ ايه ما عاد اصرح. لو كانت لك امنيه تحققها في البرنامج، وش كانت؟ ان براي شيء كنت بتسويه البرنامج امنيه ما قدرت. أمنية أن البرايم ذا كان يأدي بس هو يعني باقي هي في خاطر هو العائق الوحيد اللي حال كنت حاسس أنك تطلع؟ لا والله ما كنت استغفر والله ما كنت. أنا سمعت من كلمة كنت حاسس يطول عمر الفاصل يوم جاي سمعت من كلمة أنك اليوم. مغادر اليوم إيه أنت توقعت على نفسك أنك مغادر إذا لي الله الله إذا لي إذا لي أحس الصدق. وش السبب اللي خلاك تحس؟ السبب يا طويل العمر التصويت راح وانا ما حضرت من الاسبوع ذا يمكن الا يوم قبل يفكونا ولا يومين. الحلاقه الجديده ما لها شغل. ها الحلاقه الجديده هذه الحلاقه اللي بدون استخاره. طيب هل خذلت احد من المتسابقين في يوم من الايام؟ احد طلبك حاجه وما قدرت تلبيها له؟ لا والله بس. اي شيء يطلبونه تلبيه؟ والله اللي وانا اقدره والله اللي انذري من ترى شيء عادي يعني في ناس يطلبون حاجات يا اخي ودنا نسويها بس ما قدرنا. لا والله من طال عمرك من فضل الله وكرمه وهذه ترى عون من الله. وامنيه الرجال انه لما انه نصاح رفيق غالي انه يقدرها ويقدر يجوبها. هذه تراها ما تقدر بثمن والحمد لله من فضل الله وكرمه ربي قدرني ان شاء الله ربي مقدرني واني ان شاء الله متجمل اليوم. ما ترديت ان شاء الله ولا لي بحوار ولا باذن الله. الله يجمعنا وياك ان شاء الله في جميع الاشياء. طيب تتوقع انك راح تنفقد في البرنامج؟ ايه من الجهه بنفقد وبفقد. بس ليه طولت الاجابه؟ ها؟ احسك طولت الاجابه. ما هو من تردد والله. عجبني كذا انا عندي لازم فاصل. اكثر شخص بتفقده من لازم اجاوب؟ ها لازم اجاوب؟ لازم اجاوب. من غير قصورهم فيهم كلهم والله لو كل له مكانته ولها غلاس اكيد. لكن في شخص وانا ما كنت اتوقع يعني بيوصل لهالدرجة، مع اني في بدايات البرنامج تقدر تقولني ما ظلمته. اي ما قبلته. ما قبلته، لكن يعلم الله اني إن له فاقده. كلهم والله لهم فاقده، لكن هو عبد الله علي يعني. استاذ. يعني نقول ان المواقف تطغى على الشكوك. ها؟ المواقف تطغى على الشكوك. اي نشط. كنت شاك في محبة عبد الله ولا متأكد منها؟ ما هو بشك لا ما هو بشك بس أحيانا يمكن أنا قد صارت معك ولا تقابلك شخص أول ما تقابله ما تهضمه. ولا توقعت المحبة هذيك من عبد الله؟ ولا والله ما توقعت في البدايات. إيه متى بانت؟ بانت ما طولت الصدق يعني يمكن ثاني أسبوع. طيب متعب الرقعان؟ ونعم هالحين. شعينك والله يعني لي شيء كثير والله. كل واحد له ميزته وله مكانته وله. وش تقول في متعب يوم ينادي بصوتك على شافي؟
أنا أقول لبي إلى درجة إن في كلمات خدتها من متعب وخذوها عيالي. رسالة عتب في جيبك لو تطلع اليوم من بتروح له؟ لنفسي. ليه؟ لأني خذلت عزيزي. خذلتهم بيش؟ خذلتهم في أنا سبب دخولي في إبراهيم. أنت تقول أنك ما تستحق أنك تكون في إبراهيم. أنا ما أستحق، ما أستحق، لكن أوجه العتب. تعديت الخطوط الحمراء يعني؟ لا والله ما تعديت. تأخرت ترى تعدي الخطوط الحمراء. ما أنا تأخرت باستئذان. عرفت؟ تأخرت باستئذان؟ أنا تأخرت باستئذان، استأذنت، أنا ما تأخرت، أنا مكلمة قبل لا تأخر بيومين. أعطاني الضوء الأخضر، ولا أنا قبله والله إني ناوي بحضر وخلي ال... طيب رسالة العتب غير نفسك يا شاكر من؟ بكل محبة، ترى رسالة العتب ما تجي إلا الغالي. من المتسابقين يعني قصدك ولا؟ يا حد في قلبك غير المتسابقين؟ عيونك يا شافي والله فيها كلام واجد. تكلم. والله يا فلان شافيك. رسالة عتب بدون ذكر اسم. بدون ذكر اسم. يا فلان ترك غالي. بتوضح. حتى لو ما ذكرت اسمه يعني انت بتوضح له اول بتوضح امام الشاشه بتوضح له بتوضح امام الشاشه وانا ما ابي طيب خله توضح لي لا انا ما ابي اوضح انا لو إن شو لو اني ابي اوضح مو بيقولون الصاحب الغالي لا لا ضاق خاطر على رفيقه ولا شيء يبدي ما يبدي يا اخوي ما ما يبدي ما عرفت انا لا ضقت على الرجال اجي اقول هذا وجهه مثل ما عرفت محبه عبد الله العياني اليوم ممكن تعرف محبه الشخص هذا من رساله العتب يا فلان تراك غالي كم أنا عندي شو اسمه بعاتب لي شخص مو إنه يعني على نفسي إنه يسوي شيء لا إنه مخطئ في حق نفسه يا سلام إيش تقول؟ أقول ترى بيجي يوم بيطغى في كل برايم وتزعج انتبه لعمرك بدل ما تشغل نفسك في غيرك انتبه لعمرك اللي هو الصلح صلف المري ما عليك تشوف ان المري يعني المري يطول العمر ما يحتاج امدح فيه ولا مديح مثال يبدي نفسه يبدي الثاني على نفسه يبدي الكل ما هو بالثاني يبدي الكل على نفسه طيب هل انت شايف تبدي الكل على نفسك صدق انا ايه ما هو بالكل ليش اكون معك ليش مو بالكل والله يطول العمر هذه ناس ما تستحق ان تبدي نفس عليك فيه كثير ولا شوي لا ما هو بعد ولكن جينا عشان افخم يبديهم على نفسي صدق يعني اشوف انهم في سداد وفي ناس لا والله ما يبديهم طيب هل انصبتك فقره الفزعه اليوم في البراين الفزعة ما أعطيت الهاتف الصدق لأني عارف اللي في الخطر عارف الرجل عارف اللي في الخاطر حتى لو أنهم ما فزعوا لي والله أني عارف طيب أنت تقول تعرفهم اللي ما صوتوا لك هل أنت تعاتبهم ولا من حقهم؟ حقهم والله من حقهم ما عاتبت احدا؟ لا والله ها؟ ما عاتبت احد؟ لا شوف عاتبت لي واحد صدق شفت اللي انت عاتبته؟ ايه كم؟ عاتبته يا طويل العمر ما هو باني في نفسي ليه ما صوت لي؟ لا عاتبته لانه جاني قال انا مصوت لك
هو مصوت ضدك؟ وهو مصوت لوحده الان يعني. وش ترى؟ شفته يوم في التلفزيون. متأكد؟ متأكد ثم آخر شيء يوم شافني متأكد اعترف. طيب هل تدري ولكني ما شك هل تدري ان الشخص هذا بكى؟ ما اشك في غلاه انت. والله انا بكى. والله العظيم اني ما اشك في غلاه انت. الشخص والله اني ما اشك في غلاه انت. طيب وش خطتك يا ابو مهذل؟ هل رسمت خطة في خروجك في الحياة الخارجية؟ اي نعم. وش؟ من يوم طلعنا الباب ذا هي البداية. وحاجة رسمتها في راسي بصلة. عهد. عهد علي. الله يوفقك ان شاء الله. لاجل عين امي اني لا اصل شيء رسمته في راسي اني اصل. الله يخليها لك ان شاء الله، يخلينا امهاتنا لك جميعا. اللهم يرحم الميت منها. لو كانت اخر يد بتمسكها بين اخوياك. من؟ يد من؟ قبل تطلع من البر. عبد الله العلياني محسن السبيعي. عبد الله العلياني محسن السبيعي. هذه يد اثنين مو هو بواحد. اليد الواحدة ما تصرف. طيب ابي محسن السبيعي وابي عبد الله العلياني. انا اليوم شفتك ماسك عبد الله العلياني وانت قلت اكفى خله معي. والله يا ابو مهذل اول فتره اقسم بايه الله اني اتى العتب. والله يا ابو مهذل خلينا نتكلم عن شفافيه. اني اليوم كذا مبلف ما عاد عرفت اعرف ولا عاد عرفت اسالك يعني زين. وهو كله من الموقف اللي حصلت اليوم وحزن اخوياك عليك. انا يوم اقول الاثنين ترى ما هو بقصه اني اراكم قصرين ولا اني اشك في غلاهم، لا والله. بس فيه ريقي دار بيني وبينهم تحت البث، وترى اللي يدور تحت البث. رسالة مغلفة فيها ملخص حياة شافي ورميتها في البحر. وش كان عنوانها؟ عليكم السلام. مرحبا ومسهلا. وأنا بجيبك أجلس 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 الحين بنقوم. وش هي أبو وش بيكون عنوانها؟ عيد السؤال. رسالة مغلفة فيها ملخص حياة شافي ورميتها في البحر. وش بيكون عنوانها؟ على ليت الزمن يرجع. على ليت الزمن يرجع. يرجع. هذا فيه ندى. فيه والله ندى من الواجد. أسأل الله لك التوفيق يا أبو مهدل. رسالة أخيرة تقدمها للمتسابقين، وش تقول لهم؟ رسالة تطلع من القلب. أقول لهم الدقيقة اللي تمر عليهم في البذاء إيه؟ اللي هم مستغلها بيندم عليها. لا يقول إني بكرة بقدم، بعد بكرة بقدم. الوقت ما يمشي على ما استهيت. يعني نقول تعلمهم من أخطائك يا شاف. إي والله. اشكرك يا شافي، ما شاء الله لك التوفيق ان شاء الله في مسيرتك الاعلاميه. وهذا نظام البرنامج. في متسابقين يوصلون لاخر شيء والله يكتب لهم التوفيق. صحيح. وفي ناس يطلعون من بدري والله يكتب لهم التوفيق. واسال الله لك التوفيق والجميع من يشاهدنا ان شاء الله. اللهم ودعناكم الله يا الربع. نختم حلقتنا هذه الليله ذا وداع ابو مهذل. هو طلب اخر يدين يمسك، انا ماني ماسكن يده من غير شر الله. يمسكها محسن وعبد الله العلياني. ودعناكم الله. وبتذكرك لنا حاتب صوتك.
سرقني الوجع والدمع من راحتي سرقا فمان الكريم وحاول تركز التفكير على كل نجمة من طموحاتك الزرقا وانا خابرك للحمل والكايدة تبعير يدك العوايق داك لو راسهم عرقا تمر التجارب والبشر تكسب التأثير تطيح الظنون وكل همة معاك ترقى تغيبت عني واتعب الهم صدري مير صبرت لو عيوني بدمعها غرقا يلا نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الله الذي لا تضيع ودائعه الله الله يوفقك ان شاء الله 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 بما يسكم يرجع خلاص بس حد ابو مهدي لا احد يضيع دقيقه طلبك ابو مهدي ان ذا بيكون يمين وكذا ذا شمال كلهم والله هم الاخر طلبت اثنين وجا كل لا يضيع وقته ويا استودعكم الله الذي لا تضيع والله رقب الحكي حرقه روح وفالك التوفيق والود والتقدير وبتذكرك لنا حاتب صوتها ورقه عسى الله لا يجزي دروب الوداع بخير وعسى الله ساعة الفرقة أنا كنت حسب أني نهر الموادع غير وسرقني الوجع والدمع من راحتي سرقة فمان الكريم وحاول تركز التفكير على الحمل والكايدة تبعير يدك العوايق داك لو راسهم عرقا